كيف مر عام 2017 على فلسطين قضية وشعبا؟ لماذا لا يتوحد الفلسطينيون في مجابهة التحديات الكبيرة؟ ما أهم محطات العام المنصرم؟ وماذا يمتلك الفلسطينيون لمواجهة آثاره؟ هل بالإمكان صناعة واقع أفضل في الأعوام القادمة بالأدوات القديمة ذاتها؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في برنامج من فلسطين، وعنوان حلقة هذا الأسبوع فلسطين الواقع وتحديات المستقبل.